في اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يحتفل فيه في الثالث من أيار من كل عام، ما زالت الصحافة الفلسطينية تواجه العديد من الانتهاكات من قبل عدة جهات مختلفة. فبحسب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى، بلغ عدد الانتهاكات ما يقارب 389 انتهاكاً في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال عام 2021. من المهم توفير الحماية للصحفيين وإدانة كافة أشكال الانتهاكات ضدهم. صحافة حرة، مجتمع حر.